أقوى هجمات مرعبة لأسماك القرش على الإنسان. يمكن اعتبار هجوم سمك القرش على البشر أفظع حادثة بحرية يمكن أن تقع لأي إنسان، حيث وقعت الكثير من الحوادث البحرية للعديد من البشر، ويعتبر الإنسان الذي ينجو منها قد عاد إلى الحياة بعد رحلة مع الموت. وفيما يلي بعض القصص المثيرة عن هجوم سمك القرش على البشر، فقط ابقوا معنا على قناة خفايا العالم. مولي كافالي. هاجمت سمكة قرش ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية مولي كافالي أثناء تصويرها لقطات تحت الماء في ولاية فلوريدا، وتمكنت سمكة القرش المفترسة من عض الممثلة الأمريكية من قدمها على الرغم من وجودها داخل قفص الحماية. وتمكنت مولي من النجاة بعد أن انتشلها من الماء أشخاص مرافقون أثناء عملية التصوير، وتم إسعاف مولي وخياطة جرحها بعشرين قطبة جراحية. يشار إلى أن الحادث حصل لمولي أثناء مشاركتها في تصوير مقطع دعائي لأحد المواقع الإباحية، وكان من المفترض أن يحمي القفص الحديدي الممثلة من هجمات القرش، إلا أن المسافة بين قضبان القفص لم تكن ضيقة بما فيه الكفاية لمنع القرش من إدخال فكه داخل القفص والتمكن من مولي الحسناء. رودني فوكس. غواص محترف كان يشارك في إحدى مسابقات الغطس على شواطئ أستراليا عام 1963، حينما هجمه قرش أبيض متوحش سحبه إلى القاع وظل يصارعه للنجاة بحياته. لحسن حظه تم انتشاله بأحد قوارب الإنقاذ وهو ما زال حياً، لكن العديد من أجهزة جسمه الحيوية تعرضت إلى تهتك وغطت جسده عضات القرش، بالإضافة إلى كسر في الضلوع وتمزق جلده في مناطق متفرقة، وتطلب علاجه خياطة جروحه ب462 غرزة لإعادة الجلد إلى مكانه. بيثاني هاملتون. هاملتون تعتبر واحدة من أفضل راكبي الأمواج المحترفين، وفي عام 2003 هاجم هاملتون قرش ضخم وهي مستلقية على لوحها الخشبي. فقدت هاملتون وعمرها 13 عاما ذراعها اليسرى بالكامل، مع خسارتها أكثر من 60% من دمها، ولكن بفضل والدها ومجموعة من أصدقائها الذين استطاعوا إنقاذ حياتها عادت إلى ركوب الأمواج بعد شهر واحد من الحادث، وفازت أيضا بالعديد من البطولات الكبرى حتى وثقت حادثتها بفيلم مقتبس من تجربتها في عام 2011. بروكي ويستون. تعرض صبي يبلغ من العمر 14 سنة في عام 1974 لهجوم من سمكة قرش أمسكت قدمه اليمنى وسحبته باتجاه القاع، واستطاع السباحون إنقاذه منها إلى أنه فقد ساقه اليمنى، وفيما بعد أصبح هذا الصبي الصغير عمدة العاصمة لندن. جوسيها هولي. بينما كان يركب الأمواج في الشاطئ هاجمه قرش مفترس يبلغ طوله 10 أقدام، وعض القرش الضخم ساقها اليسرى، ولكن هولي حافظ على هدوئه وسط صراخ المحيطين به، ودافع عن نفسه بشدة وقام بلكمه في وجهه مرتين قبل أن يتراجع القرش.
ونجا هولي من الحادث بفعل درايته بما يتوجب عليه فعله عند تعرضه لهجوم الحيوانات البحرية، وأصيبت قدمه بعضة عميقة تم تقطيبها ب42 غرزة. روبي هاو. قام روبي هاو وثلاثة من أصدقائه وبعض الفتيات بالابتعاد نحو 300 قدم من شاطئ المحيط في نيوزيلندا عام 2004، وهناك لاحظوا 7 دلافين تحوم حولهم وتتصرف بغرابة وتضرب سطح المياه بزعانفها بقوة. ولم تمضي ثوان بسيطة حتى رأى هاو وأصدقاؤه مجموعة من أسماك القرش، فتأكد أن الدلافين تحاول إنقاذهم من القرش المتوحش، وظلت الدلافين تحيط بهم حتى عادوا إلى الشاطئ. راسل إيستون من مصوري الحياة البحرية المحترفين. كان يقوم بتصوير إحدى أسماك القرش عندما تعرض لهجومها المباغت، لكنها قامت بالتهام كاميرا التصوير خاصته وتركته لينجو بحياته. ميك فانينغ، أحد محترفي رياضة ركوب الأمواج وهم الأكثر عرضة لهجمات القرش، ولكنهم على دراية كبيرة بكيفية التعامل في مثل هذه الحالات. وأثناء البطولة الدولية لركوب الأمواج في جنوب إفريقيا هاجمه قرش أبيض مفترس، أسرع محاولاً غرس فكيه في لوحه الخشبي. قام ببعض اللكمات التي مكنته من الهرب من بين أسنان القرش، واستطاع السباحة بعيداً حتى وصل للشاطئ لينجو بحياته دون أي إصابات. كريشنا تومسون. يعتبر كريشنا من أشد المدافعين عن بقاء أسماك القرش وعدم تعرضها للصيد، ورغم ذلك تعرض لهجوم سمكة قرش أفقدته إحدى ساقيه الاثنتين. إن كنتم تعرفون قصص أخرى من هجمات القرش على البشر لا تنسوا أن تضعوها لنا والاشتراك معنا ليصلكم كل جديدنا. إلى اللقاء.